سيكم كفر كردن عسايا باشا مزغوتنيا زونيا نداليو در دي انقول لآدم هتا خاتم يعني ليكم انو هتا آخر نوا كفر كردن عسايا موستا من لتمنى شي زور زور قسكوا كتمنى وقناح هر تقريبا هش نو صالبون هندك لخز مكان فيرشتي زور زور خراب يعني كردن لهش صالح سابق خودك حتى عفد صالي اوي خرابة كرديت لا ديسكورد مومن قديم سي سيرفري زور بناو بانكا بون كدي بيتو شتيان لك را شارة زونو اوانا زور زور ليو بون شتي زور زور ليو خراب فيرون ليو اندر لسيرفره كان ياسا يكم كفر كردن عسايا باشا مزقوت نيا ليو اندر مومن يعني بس سر بوان نبون بس هر ليو اندر بوم اكي هيك كروشك زوني دابا يعني شتك لسر خوما كردو او جواب يان مداوا ليو اندر هتا بيم فرا دفاع من الاسلام كرد هر اول ليو اندر زور زيديش بس ويلي هاد برا برا بخوشم تيكا تسوم لقر يان حتى ما برنامج بري برنامج دي اسال لنا وكر زور زور باوا باور كي يك ايفريوان ليه درابا 300 نفر ده هاتا فويس 300 نفر ده هاتا فويس هر 300 ده تاني اقصي بكتا يعني خراب ميشي تيك دام حتى ويلي هاد برا برا بخوشم لقر يان خيزك تيكا تسوم حتى بو دوسي ما قيد واي خواهي دايتي دامو هات مصر راست بس امن استا يك بسيارم هي لو ماوي قناعي زور زورم كر بس قناعي هم كزور ردويسوم امن كزون يعني دالي مدر دي انقول لآدم هتا خاتم يعني ليك من نوا هتا آخر نوا او زا اوا او اوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم اوانا جاقرتو آل البيت يعني كزون تدا اوانا شاقرتو كبخوش تزاني زون دان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم اوانا قناعك لي خوجونين يا في كافر بي طبعا في كافر بي او كاتي نزاني او كاتي نمزاني بس زارك زانيم يك زار لهم عمرهم يك زار زانيم لميش خوم يكسر قوتم توبه ليكم دعاي بس باور كبين زقي بس دانا تشون ميشكم هات وصرخم قوتو امن تواهم نفركم قرآن وختم كرديا آوام كرديا بخواي ما مسلم هر بيز نيوجا كم لما ريدا كرد بابي وي يك دقا تاخيري كم بيش نيوجي خوي ما كرد بين زقا بينا تشو توبه يمليكر استاش نازانم مشكم تيك سولا سري نازام استاتكو انكم يكم شد ما يزما بر رحمي خوي فرودغار خوي فرودغار يغفر الذنوب جميعا لهموت وانا كانت خوش ابيض تو مادام توبت كردوا وشي توحيد دوبات كردوا توا وبريار الدعوه جاري كي تنقري توسر او كفر وشركانيكا جاران اذكرت ان شاء الله خوي يقول لهموت وانا كانت خوش بوبلا او غلطانا بك بدرس وانا جاري كتير دوباري نكيته وجاري كتير بخيال طانياته يعني هولي بو بدي بقريته وإن شاء الله تولى سر عبادته دين داري بردو ما دام أهلي قرآن بويتا بروخوت مشغول كان بتفسيري قرآن وفيربوني قرآن تنانة تحفيز حفظي قرآن تا أوي أقاد ببردوام يعني هاتو شوي مزقو تا رفيقي باش بقرا إن شاء الله خواهي يوري استقامو بيه بخشتا وكاتي خواهي يوري تمنى بيسانيته.